الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: كتاب قال الأدب، قال باب الهجرة. قال الإمام عليه رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. أنا منتهينا منه أبو اليمان حكم النافع، وهي سلسلة مشهورة، شعيب وشعب بن أبي حمزة. نعم. قال عن الزهري قال: حدثني عوف بن مالك بن طفيل هو ابن حارث بن أبي بن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيعه أو قال أو أعطاني أعطته عائشة، والله لتنتهين عائشة أو لأهجرن عليه. غفر الله له، غفر الله له، غفر الله له. هذه لا تقاتل مثل عائشة رضي الله عنها. عائشة تزن أمة، عائشة رضي الله عنها تزن أمة. ولذلك الإمام الذهبي قال عائشة أعلى من النساء على الإطلاق. تفضل. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذر. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسد بن عبد يغوث وهما من بني زمرة، وقال لهما: أنشدتكما بالله لما لا لا أنشدكما التاء دي من عند حضرتك. وقال لهما: أنشدكما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بإرادتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أدخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجر، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتحريك طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقد في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارا. أين نحن من الدين يا جماعة؟ السؤالك أين نحن من الدين؟ 40 رقبة، ولأن أصالة فعلت ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما حلفت على شيء ورأيت غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. يعني انتقلت من طاعة إلى طاعة، تقول فعلت. لذلك أشوف تعظيم شعائر الله الرافع، ولا 40 رقبة اعتقدتها من أجل هذا القسم، وعندما تذكر تبكي. ويعني ما أدري ما أقول، لكن لعلنا نأتسي، لعلنا يعني نسير على الضرب. المهم هي تعظيم شعائر الله جل وعلا. هذه الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أهلية المقام. هنا في هذا الباب يعني الحارس وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحارس لو دخل عليها هو ابن أخيها الأمية. وأنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بين أو أعطاني أعطته عائشة. عائشة كانت تعطي، تعلمون، المال كله معها. قالت: لو ذكرتيني لإيش لأبقيت لنا درهما أو درهمين. كل ما جاء من العطاء من عمر وغيره يعني أخرجته، كل ما جاء من العطاء أخرجته. تعرفون عائشة من شدة الفقه الذي كانت فيه، عندما تتصدق كانت تطيب الدرهم وتضعه في يمين الفقير، تقول إنها تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في يمين الفقير في هذا الباب. فقال: لأحجرن عليها. أعوذ بالله. الحجر طبعا هنا لمن تصرف في المال بغير
استغفر الله ماذا في يعني يعني ما أدري ما أقول، لكن المهم أنه هو في هذا الباب يعني أراد أن يحجر عليه على تصرفات عائشة لأنها أكثرت في المال ورأى أنها جادت في مال كثير. وهذا كلام لا يقال لعائشة رضي الله عنها. عائشة ليست كأحد النساء، عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي سيدة نساء العالمين، هي أعلم النساء على الإطلاق. فلما قال ذلك فقالت أهو قال هذا؟ هذا أول مسألة من مسائل الحديث. ما هي أول مسألة يا أستاذ نصير؟ ممتاز، تثبت الأول. ها؟ وهي الله المستعان، الله المستعان. فقالت قالت هو قال ذلك؟ قالوا نعم. طبعا هو قالوا ذلك من أجل أن تحترز، ما قالوا ذلك للإفساد، هذا ظن بهم، قالوا ذلك لتحترز حتى يعني لا تنفق كثيرا فيأتي فيفعل ما يقول. هذا عندهم في هذا الباب، لكن ما أرادوا إفسادا. فقالت هو قال ذلك؟ هو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. تأبيد المخاصمة، تأبيد الهجران، وهذا مخالف لتأصيل شرع الرحمن. شرع الرحمن جاء على لسان النبي العدنان، قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان يعرض هذا يعرض هذا، وقال وخيرهم من بدأ بالسلام، وخيرهم من بدأ بالسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن ترفع الأعمال من الاثنين والخميس، فيقول الله جل وعلا عن المتشاحنين انظر هذين حتى يصطلحا. وحتى أيضا عند دنو الله جل وعلا في ليلة نصف شعبان، ما يغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاحن. شوف المشاحنة هنا اقترنت بالكفر وغر الصدر وحقد القلوب والمهاجرة، هذه لا تجوز في شرع الله، وحتى لو بحق، حتى لو بحق لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة أيام. الهجران لا يجوز للمسلم أيا كان، ولو كان أفسق الناس، الهجران لا يجوز للمسلم إلا نعم، وما أحد صوبه في ذلك. ولذلك الحافظ بن حجر ماذا فعل؟ ليتأول عذرا لابن عمر، قال فمات قريبا من القول، قال مات قريبا من القول. فهو الحاصل أصالة ده التأصيل العام، ما في حتى هجران أهل البدع لا يجوز فوق ثلاث، إلا إذا علم المرء أن الهجران سيأتي بنتيجة يعني إصلاح طبعا، أو حتى حماية السنة. لكن لو الهجران يجعلهم يهجمون على السنة ويحاربون على السنة، وبيدهم بقى بيدهم ما تعلمه أنت، بيدهم الجاه والمال والجمال والحال كما ترى وتعرف، وحتى أصلا لابد أن تعلم عن الأشاعرة بخط التاريخ بأسره. حتى أنت تعرف الحنابلة الذين تعلمون، يقول لك الحنابلة الجود دول أصالة الأشاعرة، يعني أذاقوا الحنابلة ويلات وويلات ويلات وويلات. وسبب أيضا نظام الملك في هذا الباب، على أنه كان وزيرا، يعني ما أتى في الأمة الإسلامية وزير مثل هذا الوزير، لكنه أساء بأنه أسس للدولة الأشعرية، أسس له، لكنه هو يعني المدارس النظامية كان كلها للفقه، لكن في العقيدة ماذا فعل؟ أو بنى التأويل بالأشعرة، جاءت الشيعة فقتلته بهذا التأويل، قتلته هو بهذا التأويل. فالحاصل أهل بدع لا أمان لهم بحال من الأحوال. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. الغرض المقصود في هذا الباب أن هجران أهل البدع أيضا لابد له يكون ضابط شرعي، لأنه مطلب شرعي في مقاصد الشريعة. هجران الفسقة نفس الأمر، مطلب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم ثلاثة أشهر وجاءت التوبة من السماء، وحدث ما أراده الشرع، التهذيب التام، التهذيب الكامل لهم الثلاثة. فهي قالت لا أكلم ابن الزبير أبدا، ماشي ترى ما يعني شهرين، ما قريب من شهرين صحيح. فالغرض المقصود بأنه قالت لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا، وذلك الحجة كانت معهم، ما استطعت أن ترد حجته. فقلنا الهجران لا يكون الهجران مطلب شرعي من أجل التأديب، من أجل الزجر، من أجل التهذيب. إطالته لا تجوز، لأن الحد حده نسلم بثلاث أيام، ولذلك هجران الزوج لزوجه لا يكثر من ثلاثة أيام، ما يجوز أنه لا يكلمه أكثر من ثلاثة أيام. والهجران لا يكون إلا في البيت، ما يكون خارج البيت.
لأنه حماية للبيت أصلا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، يعني أطالت ما كلمته. فاستشفع ابن الزبير، وهذا الذي لابد أن يسعى عليه المهجور، لابد أن يكسر هذا الحاجز من أجل طاعة الله جل في علاه، لأنهما سيقعان في المخالفة في هذا الباب. فطلب الشفاعة، أعطت الهجرة، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا، يعني ما في أي أحد سيأتيني غير مقبول الشفاعة. فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا، ليس الأمر إلى من أجل الخصومة، لا، كان الأمر عند عائشة ديانة. كيف ديانة؟ لا 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 لا، ديانة للوفاء بالنذر. كانت عائشة رفضت الشفاعة، مع أنه أصلا الكريم يقبل الشفاعة، لابد أن تعلم ذلك، كما أن الكريم يقبل الهدية واللئيم يردها، أيضا الكريم يقبل الشفاعة واللئيم يردها. لو جاءك رجل يبذل ماء وجهه من أجل إصلاحك وإصلاح غيرك، واجب عليك أن تقبل في هذا الباب، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الرد. لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغيث، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ لو تأمرني سمعت وأطعت، انتهى الموضوع، ده دين. قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا لؤما، لكن عندها مصلحة، النبي يعلم أنها مصلحة، لذلك أقرها وما 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 شد عليها. طب ما الفرق بينها وبين فاطمة بنت قيس عندما قالت من أسامة؟ أسامة أسود أفطس أسامة. فقال لها ما بد لك. قالت فتزوجته فاغتبطت بي. فين الفرق بقى بين هذه وذاك؟ دكتور ها ما سمعت، هذا تعبد وهذا إيش؟ وهذا معاملة، هذا تعبد. قال ما بد، السنة لا رد فيها. فكانت واحدة كما قال لزينب بنت جحش، قال زيد، قالت لا. فأنزل الله جل وعلا وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. فالمسألة كانت التعبد. قالت لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني لا يمكن أحنث، تعظيما لشعائر الله. فكانت لعائشة تعظيما لشعائر الله. نعم. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر أو تنذر قطيعتي. وهذا حق له، لأن الإنسان قال لا يحل المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بارديتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنا أدخل، شبه هنا التعريض جاء من هنا، وهذه تبقى المسألة الثالثة. وش هي؟ طبعا المسألة التي قبل ذلك هي مسألة عائشة رضي الله عنها وتعظيم شعائر الله، وأن تعظيم شعائر الله من الإيمان، تعظيم شعائر الله من الإيمان، بل من أعظم الإيمان أن يعظم شعائر الله جل في علاه. جواز إيش؟ قبلها تعظيم شعائر الله كما قلنا، وتعظيم شعائر الله هذه من الإيمان. لا يعظم شعائر الله إلا 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 من امتلأ قلبه تقوى لله جل في علاه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بعدها الحيلة لتحقيق المصلحة الشرعية، والحيل نوعان، حيل شرعية وحيل الحيل المشروعة هي الحيل التي توافق الشرع بضبط الشرع، ومنها هذه. قالوا لها ندخل، هي حسبت أنهم أكثر من إيش؟ من واحد أو هما الاثنان. أندخل أنا فلان وأنا فلان، أندخل صعوبة ده أكدوا أندخل. قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا، قالت نعم ادخلوا كلكم. وهم هي تحسب أنهم من المحارم يدخلون يطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا وتعلم أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة. سبحان الله، هذه خالته، هذه أم المؤمنين، أخت أسماء، وهي خالة الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه. فاعتنق عائشة كأني أراها تبكي بكاء عظيما من أجل الحنث فقط، وهو يعلم أنه خسارة عائشة خسارة كل شيء، ولنعم الأم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فاعتنق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدنها وهي لا تحرك ساكنا إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي نهى عما قد علمت من الهجرة، يعني باستحياء يذكرونها بحديث لا يهجر المؤمن أخاه فوق ثلاث من الهجرة. وأكثروا عليها
من التذكير بحديث النبي لا تستطيع أن تقاوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها في بعض الروايات في غير الصحيح كانت تقول النذر عظيم، إن الأمر عظيم، النذر عظيم، يعني أنا نذرت نذر، النذر عظيم، إن الأمر عظيم. شوف تعظيم الشعائر لا جل فعلا، وتبكي وتقول النذر عظيم، ولا تريد وأريد تكلم ابن الزبير. فلم يزال بها يذكرانها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم بعد ذلك كلمت ابن الزبير واعتقد في نذرها ذلك 40 رقبة. لعنة الله على الروافض الذين لا يعرفون قدر أهل الدين وأهل الإيمان. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها اعتقد 40 رقبة في أمر لها 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 فيه مندوح، ده من الطاعة أنها تذهب تكلمه وتحنث، ومع ذلك لتعظيم النذر فإنها اعتقد 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. تعرفون هذا هذه الدموع لما؟ طبعا الفوائد تكون بعد انتهاء الباب. لما هذه الدموع يا نصر؟ انا اريد كلمه واحده يشعر بها من كان. نعم نعم، ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعجب الأجوبة التي مرت على علي وعلى أمي وعلى جدي وعلى جدتي وعلى زاد في الأجران على ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما أراه إلا 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 لعظم الوفاء في قلبه، ما أرى ذلك إلا لعظم الوفاء في قلبه. تعلم معنى الوفاء، وهذا الوفاء للخالق للباري، هذا هو الوفاء، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفاء. فهذا ما هو إلا لعظم الوفاء في قلبه، نظرت فأرادت الوفاء. وهذا هذا هذا لا يكون ما لا يكون الا لمن شفت روحه ورقت قلبه. ماشي جزاك الله خير. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.